جوابنا الغالي نروح إلى المثال السابع test the convergence summation n يساوي 1 إلى infinity ناقص 1 أس n زائد 1 n زائد 2 على n في n زائد 3. طبعا أيضا راح أروح أطلع السمايشن n يساوي 1 إلى infinity المطلق ناقص 1 أس n زائد 1 n زائد 2 على n في n زائد 3 اللي قلنا شقد راح يصير راح يعني بس يطير السالب 1 فيصير n يساوي 1 إلى infinity n زائد 2 على n في n زائد 3 وهاي راح أروح أحلها وأشوفها بالطرق اللي تصير عندي. فإذا طلعت convergence راح يصير absolutely convergence وإذا طلعت diverge والغاية صفر راح يصير conditionally converge وإذا طلعت diverge والغاية لا تساوي صفر هاي صارت عندي diverge مباشرة. لو تنتبه على هذا راح تقول إحنا نروح نحل هذا بالcomparison test الـAN تقدر تقول هذا شي يساوي لي يساوي لي n زائد 2 على n في n زائد 3 بس أنا أقول لك لو تحلها بالlimit comparison test أحسن لأن راح يختل الشرط. طبعا هذا هو الـAN نقدر نكتبه بالشكل التالي إنه n زائد 2 على n تربيع زائد 3. برأيك منو اللي تقتطعه وتسميه bn؟ راح تقول طبعا هذا راح اقتطعه وسميه bn. فهنا bn شي يساوي لي يساوي لي n على n سكوير ويساوي لي 1 على n. انتبه انه عندك هنا bn هو شنو دايفيرج. ليش؟ لان p series والp شنو واحد وعندك bn اكبر فصار عندي هنا اختلال بالشرط. فاستخدم الليمت كومباريزن تيست افضل انه ايش راح اقول؟ راح اقول لم ان تقترب من انفينيتي اي ان على شنو على بي ان يساوي لم ان تقترب من انفينيتي لاي ان اكتبه نفسه اللي هو الان زائد 2 على ان تربيع زائد 3 اضربه في مقلوب البي ان اللي هو ان على 1 فصار عندي لم ان تقترب من انفينيتي لمنو على منو هنا ان سكوير زائد 2 ان على منو على ان سكوير زائد 3. لاحظ انه هاي يعني بأس واحد فنقسم عليه فصارت لم ان تقترب من انفينيتي يعني نقدر نقول معامل اكبر اس بالبسط على معامل اكبر اس بالمقام صارت عندي 1 زائد 2 على ان على 1 زائد شنو 3 على ان سكوير وطبعا راح يصير 1 على 2 على انفينيتي على 1 زائد 3 على انفينيتي وهذا صفر وهذا صفر فصارت عندي 1. طبعا 1 هذا هو شنو اكبر من صفر. الكونديشنز اللي كان عندي اذا تتذكر راح يصير عندي بوث كونفيرجز اور شنو اور بوث دايفيرز. وبما انه البي ان دايفيرج فصارت الاي ان دايفيرج زين هالمره صار دايفيرج لازم شو اسوي؟ لازم اروح اخذ الغايه للان حتى اشوفها فاروح اخذ الغايه للان تقترب من الانفينيتي المن للان اللي هو ان زائد 2 على منو؟ على ان في ان زائد 3 اللي قلنا راح يصير لم ان تقترب من انفينيتي لان زائد 2 على ان سكوير زائد 3. منو الاكبر؟ راح تقول طبعا الدرجه مال المقام هي الاكبر ومن تصير الدرجه مال المقام اكبر من البسط ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الناتج صفر. اذا بما انه الداله دايفيرج انتبه زين بما انه الداله دايفيرج والغايه لم الاي ان عندما ان تقترب من الصفر تساوي الصفر صار عندي conditionally هسه هاي الغاية summation n يساوي الواحد إلى infinity ناقص واحد أس n زائد واحد n زائد 2 على n في n زائد 3 هي شنو conditionally converges. هذا مشروط مو مثل السابق. السابق رأسا طلع عندي converges فقلت absolutely converges لا هنا diverges بس الغاية صفر. هسه افتهمت الشروط
وطبعا راح تقول اذا دايفيرج والغايه لا تساوي صفر، هذا راح يصير دايفيرج فقط في